السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة هنتكلم عن موضوع الجدري. مرض الجدري أصبح خطير جدا، ناس كتير بقت تشتكي منه وأنا واحد. لكن هقول لك تجربتي، أنا عملت إيه السنة دي. أنا حصنت التحصينة دي اللي هتشوفها دلوقتي في الصورة دي، واللي ما يعرفش إيه التحصين ده، التحصين ده بنستخدم فيه الشوكة دي. الشوكة دي بنحطها في الإزازة، طبعا بعد ما نحل الإزازة التحصينة دي مرة واحدة في السنة. حصنت الحمام الكبير كله والزغاليل لحد عمر أسبوعين، تمام. الكلام ده من حوالي شهرين. اشتريت التحصينة اللي هي سعرها 400 جنيه، التحصينة الأجنبي مش المصري يا جماعة. في مصري رخيصة جدا، يعني ممكن أقل من 100 جنيه كمان، لكن أنا جبت اللي هي ب 400 جنيه برضه عشان ما أقولش إن أنا وفرت ولا حاجة. طيب هل التحصين جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، وهنعرف كمان أنا عملت إيه بالتفصيل. حاجات كتير عملتها هنقول عليها مع بعض دلوقتي، وهتشوف انت ممكن تعمل ايه والنتيجه هتكون ايه، والحل النهائي. الحل النهائي اللي انا توصلت له، كنا بنستخدم مسه بنمس بيها الحبايه، زي نحط المسه الزرقاء او بنحط روح الخل او كلولومات او اسيتون مزيل تلاقي الاظافر. طيب قبل ما نبدا الفيديو ارجوك اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول نبدا الفيديو. ايه دي الشوكه بتاعتها، هتلاقي فيها فتحتين كده عشان لما تنزلها في الازازه بتاعت التحصين بيطلع في الشقين دول الدواء. بتقوم ماسك الجلده دي بايدك كده، الجلده ما فيش فيها اي عظمه ولا اي حاجه، خد بالك كده الجلده اللي في الطرف دي، تمام. الجلده اهي باينه واضحه، بتعدي منها الشوكه بالشكل ده، تعديها في الجنب التاني زي ما حضرتك شايف اهي، الشوكه غارزه في الجلد ما تخافش من اي حاجه، تمام كده. دي طريقه التحصين. طبعا في طريقه ثانيه، بعض الناس بيشد رشتين من الديل وبيغرس فيهم مكانهم الشوكتين دول. استنيت لحد ما اشوف النتيجه كلها وبعد كده اعمل لك الفيديو عشان اقول لك على كل الحاجات اللي انا عملتها. دي مجموعه من الزغاليل اللي كانت مصابه، انا اشتريت سلكه كده صغيره للعزل، سايبها في مكان في السطح بعيد خالص عن الحمام. دول يعتبرهم خفوا خالص، لكن طبعا هقول لك برضو الخلاصه في اخر الفيديو، استناني اقول لك. يبقى دي الزغاليل اللي كانت مصابه. بص ده بقاله شهرين، يعني كانت حالته صعبه جدا، فيه اللي خف شويه كده، دول يعتبر خفوا خالص. شوف باقي الاثر في عينين الحمامه، بقوا شباب يعني، ما بقولش غالي. الاربعه دول طبعا في مات، ما اقولكش لا، في مات من شده الحلاقه. وهنا برضو لو لاحظنا هو بيبان اكتر على عين الحمام اللي هي كانت عينه مقفوله وعينه فتحت. زي دول كده عينهم فتحت. من الحالات الصعبه اللي هم الثلاث زغاليل دول، اخر حاجه اللي هي من الحالات الصعبه. شوف عينهم مقفوله ازاي، التانيين اللي خفوا دول كانوا زيهم. شوف اللي هناك ده من ارض الزغلول اللي هو الازاز، الازاز اللي جوه ده عامل ازاي، شكل فظيع يعني. دول هنتخلص منهم الثلاث زغاليل دول، وهنعمل ايه في الزغاليل الثانيه هنشوف معايا في اخر الفيديو. الاهالي اللي انت حصنتها بعد كده طلعت زغاليل شكلها ايه؟ الزغاليل اللي هي صغيره زي كده ما بيظهرش فيها حاجه دلوقتي، الزغاليل بيظهر فيها من عمر اكبر، يعني من عمر اكبر من اسبوعين. ده لسه ما تظهرش فيه اهو، الحمد لله. الصغير اللي زي ده ما فيش فيه طبعا، لسه الاهالي ما اكلتش. انا ايه لسه حاطط الاكل، فالاهالي لسه ما اكلتش، ده ما فيش فيه. طيب هنقول تاني ايه اللي ظهر فيه، نشوف حاجه اكبر شويه. ده زغلول اكبر، هنشوف وشه. بسم الله ما شاء الله، النتيجه معقوله. بس هل انا اشتغلت بالتحطين بس؟ لا، انا عملت حاجات تانية، عملت حاجات تانية برضو، علشان يعني انا حسيت ان فيه جدري برضو، مع ان حصنت، انما فيه بعض حبات جدري وهوريها لك دلوقتي، لكن هي اخف من الاول، لكن ما اختفاش 100%. ده الزغلول طبعا، هناخد الزغاليل دي كلها نذبحها، انا مش عايز زغاليل الصيف دي خالص يا جماعه، مش هربيها. ده زغلول، ده اللي انا عايز اوريها لك بقى الحكايه دي اهو، ان فيه جدري بيظهر فيهم برضو، لكنه جدري بينشف على طول زي ما انت حضرتك شايف ناشفه. دول ما اتحصنوش، بس دي الاهالي، اهالي متحصنه اهو، شايفها واضحه، لكن هي واحده بس، مش مليان يعني. يعني دي ممكن تتذبح وتتاكل تاكل عادي، تذبحها وتطبخها، تقشط بس الحبايه وهتطبخها عادي. مفيش هنا زغاليل كانت بتبقى مليانه من هنا، مفيش في جسمهم حاجه الحمد لله. تحاول كده تشيل، جسم نظيف ده في الاجمالي يعني، لكن مش كله كده. ده زغلول تاني، زغلول لاحم اهو، بسم الله ما شاء الله، لكن برضو شوف ظاهر فين، ظاهر هنا حبايه برضو صغيره هي، لكن هنشوف جسمه، يهمنا جسمه عشان نذبحه. جسم هنا ايه؟ الحمد لله نظيف. جسم هنا اخف، لكن طبعا لو سبته هينتشر فيه، خلي بالك. زي ده على طول
اتخلص منه لسببين، ان هو ما ينتشرش فيه الجدري واخسره، وفي نفس الوقت العدوى هتفضل في المكان على طول وهلمهم كلهم اذبحهم، اللي ينفع حالته بسيطه كده هناكله واللي حالته صعبه هنرميه. لو انت تحب تاكله مفيش مشكله يعني، ما يعني هو ما يضرش في حاجه اكله، لكن هي حكايه ان الناس تقرف تاكله بس. يبقى كده في زغليل مصابه وفي زغليل سليمه، لكن انا مش هخلي ولا زغلول لا سليم ولا مصاب. في ناس زي ما بقول لك كده، وده انا بفكر اعمله، ان ما تخليش بيض ولا تخلي زغليل وتعزل الذكور عن النيتي فتره الصيف اللي احنا فيها دي. ليه بقى؟ عشان طول ما في زغلول مصاب بالمرض او حامل للجدري الحمام مش هيخف. بتتنقل العدوى من الزغلول المصاب ده في المكان للزغاليل التانيه للاهالي اللي بتفضل شايله المرض، وتنقله للانتاج الجديد وهكذا، ودوره مش هتخلص منها. فلازم تتخلص من اي زغاليل مصابه، الزغلول اللي يطلع عندك مصاب ما تستخسرش. شحته لحد ياكله، لو انت هتقرف اذبحه ارميه، لو حالته بسيطه اذبحه كله. ده اللي انا هعمله النهارده، هذبح كميه الزغاليل اللي عندي كلها. طبعا اللي تنفع تنذبح، والزغاليل اللي هي لسه صغيره اللي ما ظهرش عليها المرض فمفيش منها فقر بس، لكن هذبح في عمر صغير يا جماعه، يعني ما تستناش. لو استنيت لما الزغلول يكبر وتقول حجمه يزيد شويه، الزغلول هينتشر في المرض. يعني الزغلول اللي زي ده مش هستنى عليه هذبحه، لو سبته يكبر بص الحبايه دي كل يوم هتطلع جنبها اتنين تلاته والجسم هيتملي. هو كده مفيش مشكله، الراس احنا بنرمي الراس عندنا هنا في دمياط، بنذبحها وبنرمي الراس. طبعا النظافه، تنظف وبعد كل مره نظافه، مره برش بالكلور، بطهر بالكلور المكان والسلكات، مره بكلور ومره بفيركون اس. والفيركون اس برضو ممتاز ان انا احطه في البخاخه وبرش منه المكان، رش على قد ما تقدر المكان كله، ولو حد فيه حاجات تانية مطهرات تانية برضو ممكن يستخدمها. حاول تغير في المطهرات كل مره بعد كل مره نظافه علشان برضو تبقى عملت اللي عليك. لكن لو ما فيش، هو كلور قوي وكافي يعني. انتاش الحشرات برش دايما، وبقول للناس كلها برش ايه للحشرات، انا بستخدم السيباسيل، سيباسيل من 1 سم، زي ما الدكتور سامي كان قال لي حط 2 سم على اللتر وترش مره، وبعد 5 ايام ترش مره تانية، وبعد 5 ايام ترش مره تالتة، يعني 3 مرات، مره كل 5 ايام. وطبعا هتمنع الناموس بسلك ناموس زي ده في المكان، وتمنع الناموس مع النظافه باستمرار. حاجه كمان مهمه جدا جدا جدا، الرطوبه يا جماعه، الاماكن الرطبه. يعني انت مثلا بتغسل وتعمل، بينزل منك ميه على الارض، ما تسيبش الميه دي او ما ترشش ميه على الارض. لو نزل منك شويه ميه على الارض كده على طول الجير، الجير يا جماعه شكاره جير تبقى عندك جير نظيف وترشها كده، الجير سحر بيمص الرطوبه ومش هيخلي لك حشرات تظهر على الارض. زي ما انا عملت كده بالظبط كده، خليش اي ميه، اي مكان فيه ميه رشه جير بالشكل ده. مسائل الميه بيكون تحتها ميه رطوبه زي كده، برده ترشها بشويه جير كده، بعد ما تغسل الادراج وتنشفها هتعملها برده بالجير كده. تلاقي موضوع الجير ده يا جماعه والله هيفرق معاك قوي، وترش من جوه السلاكه هيجي على السلك وينزل في الارضيه بالشكل ده. طبعا انا لسه دلوقتي للطاجن ده، هو المفروض تغسلهم وتحطهم في الشمس زي ما قلت لك بالكلور، لكن قبل ما تفرشه تدي له رشه كبير كده، مش هتخلي فيه حشرات ولا هتخلي فيه ميه. بعد كده تحط بقى فرشه التحليق اللي هي الحمام يبيض فيها او تحط فيها الزبادي بالشكل ده، تمام. هتلاقي دايما الطاجن ناشف، اذا كان الطاجن بيتبل منك بسرعه هتلاقي الطاجن يستحمل البلل، ومش هتلاقي فيه حشرات ابدا طالما ان انت بتفرش فرشه جير. حتى لو بتفرش قش رش تحته رشه الجير دي، رشه الجير دي هتخليه جفاف تماما. بس كده؟ لا مش بس كده، اشتغلت برافع مناعه، اعطيت روبا ديار، واعطيت اميولانت بشري، واشتغلت بفيروستات او سيفوراكس برضه طول فتره الصيف ده يا جماعه، على طول رافع المناعه، على طول رافع مناعه، كل شويه رافع مناعه ما بستناش. يعني ايه اهم شيء فيها؟ رافع المناعه دي برضه مع التحصين، لان انا شايف ان التحصين ما جابش بالقدر اللي انا كنت متخيل. انا كنت متخيل لما بحصن مش هيظهر الجدري ابدا. ما اعرفش، يمكن حد له راي تاني يقول لي انت حصنت غلط، ولا اللي له تجربه في موضوع التحصين ده موضوع الجدري يقول لنا عليها. حد كلمني من الخليج قال انه بيحطوا عليه على الزغاليل او بيدهنوها بزيت ديزل، مش هستسلم للجدري. هات مع كل الزغاليل اللي تنفع تنذبح، حتى لو عمرها اتغير شويه، حتى لو ضعيفه مش هستنى لما تكبر، المهم ان انا انظف المكان من الزغاليل المصابه او اللي مش مصابه، مش هستنى عليها برضه ان هي تتصاب، هذبحها عشان اطهر المكان من المرض. واضح كده ان طول ما فيه زغاليل مصابه بينقل المرض لباقي الزغاليل. ما تخليش اي مكان مفتوح للعصافير تدخل منه، او طيور غريبه، حمام غريب يجي لك، او لو انت بتروح سوق الحمام برضه ممكن تجيب العدوى من هناك، تروح تمسك حمام وتيجي تخش على حمامك، لا وطهر ايديك قبل ما تطلع وهدومك اللي انت جاي بيها من سوق الحمام. هنا جمعت مجموعة الزغاليل دي سواء سليمة أو مصابة،
هي اثارات خفيفه جدا فتنفع تتاكل يعني، لكن اللي هي حالتها صعبه هنتخلص منها زي ما قلت لك دي مجموعه الزغاليل. طب انا سبت زغاليل، ما سبتش غير الزغاليل الصغيره الصغيره، وكمان اسبوع كده بالكتير تكون الزغاليل الصغيره دي كبرت، هي الزغاليل الصغيره دي تكبر شويه، مش لازم تكبر قوي وتبعها، لان هي الزغاليل الاطابه فيها بتظهر او الاطابه بتزيد لما عمرها بيكبر او لما بتتفطم. وحاول على قد ما تقدر لو انت مصمم ان انت تسيب الزغاليل ما تفطمهاش بدري، فطام الزغاليل بدري بيضعف مناعتها ويخلي الجدري يظهر عندها وامراض تانية كمان، لكن الجدري هيظهر فيها لو فطمتها. سيبها مع اهاليها على قد ما تقدر. لاحظ كده الزغاليل اللي بتفطمه من تاني يوم بيظهر فيه الجدري برضه، هنا زغاليل برضه اهي لما تكبر شويه بس اسبوع بالكتير. هي تنفع يعني ممكن يومين ثلاثه كده واخدهم ادبحهم حتى وهم فلام، مش هخلي زغاليلكم فتره الصيف يا جماعه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك بفيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.